بصوا شباب، بصوا انا النهارده اتجننت ورحت لونج هورن تكساس باربيكيو. ليه بقى اتجننت؟ عشان الحاجات في المحل ده بتقعد تستوي 14 ساعه في الباربيكيو شوايه دي ولا ايا كان، ولكن انت تخيل يا صديقي السعر بقى كان عامل ازاي. المهم طلبت من الراجل ان انا اصور، وهو الصراحه ما منعش خالص، ويعني يا جدعان ضربت قوي في السعر بتاع البتاع ده. المهم قلت فوق كده بقى اباظه عشان ايه، نصور الحاجات اللي احنا طالبينها النهارده، واول حاجه منهم هي الماك اند تشيز، وزودنا عليها بريسكت. هم الصراحه المحل ده مميز جدا باللحوم، عشان زي ما قلت في الاول انها بتقعد تستوي 14 ساعه، فالطعم فيها بيبقى تندر جدا كده، بمعنى ان الطعم بيبقى باين فيها جدا. المهم طلبت الماك اند تشيز وواحد بقى ساندويتش بريسكت، ونزلت عليه الجبنه كمان فوق. كان قلبي بيتقطع وانا بصب الجبنه. ناخد بقى قطمه، وهو لازم يبقى حلو بال 195 جنيه دول. بعد كده بقى المكن شيز اللي محطوط عليها بريسكت من فوق، اللي اصلا سعرها حلو جدا 43 جنيه، وطعمها حلو جدا برضه، حتى البصل طعمه حلو. ده كده قلبت لي حته السجق دي الصراحه عشان كان شكلها مغري، واه رائعه.